السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سوف نعرض عليكم تشكيلة المنتخب الوطني الجزائري قبل مباراة تنزانيا، لكن قبل أن نبدأ في تفاصيل هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس يصلكم كل جديد. إذن سيواجه المنتخب الوطني الجزائري اليوم منتخب تنزانيا على أرضية ملعب 19 ماي بعنبة على الساعة 8 مساء بالتوقيت الجزائري. وسيسعى أشبال الناخب جمال بلماضي للفوز السادس وتحقيق العلامة الكاملة في تصفيات كأس أمم إفريقيا المؤهلة إلى كان كوديفوار. والآن لنعرض عليكم التشكيلة المتوقعة. في حراسة المرمى مصطفى زغبة، في الدفاع على الجهة اليمنى يوسف عطال، على الجهة اليسرى أيت نوري، وفي وسط الدفاع عيسى ماندي ومحمد دامين توغاي. أما بخصوص وسط الميدان عبد القاهر قادري بالإضافة إلى العائد إلى الخضر سفيان فيغولي ورامي الزروقي. أما فيما يخص الهجوم بدر الدين بوعلاني على اليمين والشايبي على اليسار وعمورة كرأس حربة. وفي الأخير إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.